ميعادنا زي كل يوم مع التمارين الرياضيه الصبح. صباح الفل يا كوتش. صباح الفل يا فرحة، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. من الاسئله اللي بتجيلنا انه ممكن يبقى فيه شويه زهق او ممكن يبقى فيه ملل لو واحد بيتمرن لوحده. هي عامه التمارين من الحاجات، لو الواحد اتمرن لوحده وحس بزهق بيبدا يكسل ويبدا ما يتمرن. دي مشكله بالظبط، بيبطل ما بيكملش في التمرين. دي احدى المشاكل. فايه الحل بقى؟ يعني احنا عايزين نعرف كده، ممكن التمارين تبقى ازاي انترستنج وتبقى حلوه. بندور على حلول كتيره، بس من اكتر الحلول اللي نفعت معانا هي فكره ان يبقى في معانا بارتنر او معانا حد يشاركنا في التمرين. اعتقد دي من اهم الحاجات. يا اما بنفسه يا اما ببدا يشجعني واشجعه، يبقى في بنشجع بعض. صح. فاحنا النهارده بقى هنتعلم شويه حاجات كده بارتنر ورك اوت، يعني نقدر نتمرن مع صحابنا، نتمرن مع اهلنا، ممكن انت تتمرن مع ابنك، او ممكن انت تتمرني مع بنتك، او تتمرنوا مع بعض تمارين ينفع نشارك فيها بعض، فيبقى فيها موتيفيشن ونشير الفيتنس. بالظبط. والحلو في ده انه التمارين دي تتعمل في البيت عادي، في الصالون، في البيت، في الاوضه، يعني في المطبخ، تتعمل في اي مكان. حقيقي هي مش هتاخد مساحه كبيره، وفي نفس الوقت هي تمارين لطيفه تقدروا تعملوها على طول مع بعض. فالنهارده فرح هتتعب معايا شويه زياده النهارده. يلا بينا، انا جاهزه. هنشتغل على طول التمارين بتاعتنا. فاول تمرين هنعمله هيبقى البلانك. البلانك ده تمرين مهم قوي للكور كله. هنعمله وهشاركها ان احنا هنحاول ننافس بعض لحد ما نتعب. فحضراتكم هتعملوها 30 ثانيه، احنا هنعملها 10 ثواني بس. جاهزه يا فرح؟ يلا بينا، يلا بينا. انا هنا نفرد ظهري ثابت ظهرنا وهلمس هنا 1 ها 2 ايديها جامده شويه بس يعني 3 ها 4 نركز قوي بقى، لو بتمرني مع جوزك ما يبقاش متضايق منك عشان هنحاول نعمل 30 ثانية. لو احنا ادفانس شوية وعايز تتعبي جوزك شوية او ابنك الليفل بتاعه اعلى شوية، هنعمل نفس التمرين دوت بس وانا رجلي فوق. 1 رجلي فوق، انا مش هعملها يا كوتش. 1 2 2. فدوت هيبقى اصعب شوية. التمرين اللي بعده هيبقى من نفس المكان اللي احنا بنتمرن فيه، هنلعب ضغط. اللي ما يعرفش يعمل الضغط وهو رجليه مفروده هيحط رجلته على الارض ويعمل التمرين ده. ما يعني بلاش نصعبها على نفسنا يا جماعه. اهم حاجه ايديا تبقى تحت كتفي، ظهري مفرود، وهنزل بوش هطلع المس، بوش اطلع المس. طيب يعني احنا بننزل 1 اند 2 بوش 1 اند 2 1 مور 1 اند 2 بالراحه بالراحه. معلش كوتش، التمارين بقى ماشي. في عندنا تمرين تاني اللي هو السكوات، تمرين مهم قوي لللور بارت، بس بيبقى في اوقات محتاجين نسند على حاجه واحد نعمله. فالمره دي هنسند على البارتنر اللي معانا. اوكي. هنا هننزل 90 ديجري 1 وسويتش 2 3 4 5 6 اند ريست. هنحاول احنا نعمل 15 عد. هنعمل دلوقتي تمارين للكور، تبقى صعبة شوية بس يعني لذيذة. هتتفرج. هطلع هحط ايدي على الارض كده وهطلع بوسطي فوق قوي، وهحاول ان انا المس رجل البارتنر اللي معايا. 1 1 2 2 3 3. كل التمارين دي تمارين كور بتشد عضلات البطن. لو احنا شاطرين شويه او الليفل بتاعنا اعلى نقدر نطلع بوسطنا فوق اكتر. اند 1 2 حاولي توصلي لي بقى، انا اسرع شويه. يا كوتش انت طويل يا كوتش. اند بس ده من ضمن التمارين برضو اللي هتعرف تشارك فيها ابنك، بنتك، مراتك، صديق، وانت بتتمرن في الجيم تعرف. وحلو يبقى في تشالنج كده، يعني في تحدي. التمرين اللي بعده بقى اعتقد فرح هتخسر فيه. هنشوف. هنعمل دلوقتي ايه؟ سايكل كده، سيركل حوالين رجل بعض. 1 انا هحاول ابقى اسرع شويه. 2 3 4 العكس. 1 2 3 لا فرح كويس تمام الحمد لله. فرح استحمل. اخر التمرين ده احنا ما بنرجعش ظهرنا على الاخر وما بنسندش على الارض. اهم حاجه ان انا يعني بسند ده علشان اقلل اللود على ظهري. اوكي. صدري فوق، ظهري مفروض طول الوقت، وبطني مشدوده جدا، وابدا اعمل التمرين دوت او اي تمرين للبطن. ده مهم ليه جدا. حلو بصراحة كوتش، يعني التمارين دي مسلية جدا. تعالي بقى اوريكي التمرين بقى مسلي وخطر في نفس الوقت. اخر واحد معانا وده نركز فيه نفس التركيز بتاع اول تمرين، اللي هو ما يبقاش متخانق مع حد وبتتمرن معاه. فاهمين قصدي كويس. ماشي. هنعمل تمرين اسمه الراشن تويست.
بنرجع شويه، بس برجع ظهري ورا شويه اوصل لل 90 درجه دي. أوكي. ظهري مفرود شست اب تمام، ايديا مفروده قوي هنا، هنزل المس الارض بالكوره، بعد كده ارميها للبارتنر هيروح باخدها بلمس. انا بلمس الارض هيستنى 2 اسرع 3 هاي ده بره. ها شكرا. 4 1 مور اند 5. دي بقى بتحرك العضلات الجناب، التويست دوت من ضمن الحاجات من التمارين فعلا اللي بتشغل الاوبليكس، بتشغل المسلز في العضلات البطن الجانبيه ديت، وهي عضلات مهمه قوي، ودي اهم حاجه كلنا عايزين نخلص من الدهون والكرش، فالتمرين ده حلو جدا للكابلز في البيت، اسرع التمارين فعلا اللي تخسس البطن فعلا ومسليه جدا. شكرا يا كوتش، صباحك زي الفل. باي باي.